باخذوهم كذب كذب، لا مستشفى ولا متكفيلك علي. لا عمليات قمع القوات الحكومية والميليشيات للمتظاهرين ولا قرارات حظر التجول التي فرضتها السلطات الحكومية على تنقلاتهم أنقصت من همة المتظاهرين المعتصمين وأعدادهم في الساحات والشوارع. فبين كل شهيق وزفير تسمع أصوات جديدة تضيف إلى الصرخات المطالبة بإسقاط النظام ألحاناً جديدة لإنشودة إيمان وثبات المتظاهرين. يومية موجودين، ومن يوم 11 كنا موجودين. اليوم جاية خاصة البنت أختي خالو يومية وديني أرد أشارك، أشوف الفيس أشوف التواصل الاجتماعي، فجت جبناها اليوم على مود الشارك، يعني حال حال أخواتها المتظاهرين. منهم الذين افترشوا الأرض التي قالوا إنهم لن يغادروها إلا بإسقاط النظام، ومنهم الذين رفعوا أصوات أناشيد المقاومة عالياً معبرين عن سعادتهم بثباتهم في الساحات، وآخرين قرروا السير ورفع الصوت عالياً بالرغم من تعب الجراح. المتظاهرون اليوم يجددون إصرارهم على البقاء في الساحات حتى تحقق مطلبهم بإسقاط النظام، بالرغم من قمع تظاهراتهم واعتصاماتهم والمحاولات الحكومية لإضعاف المتظاهرين وتثبيت عزيمتهم بحبسهم في منازلهم من خلال قرارات حظر التجول في المحافظة. أول مطلب لنا هو إسقاط النظام، القضاء على المحاصصة، على الفساد، على الأحزاب. إحنا نريد نعيش حياة كريمة لأنه تعبنا، صار تقريباً هاي 16 سنة إحنا في حالة دمار، هلاك، موت، طائفية، يعني وضع مزري، فإحنا نحاول نغير. وتثبت الوقائع على أرض العراق التي ضرجت حتى اليوم بدماء عشرات الشهداء وآلاف الجرحى أن العراقيين المنتفضين ما عادوا يأبهون بالقمع الحكومي الميليشياوي لأصواتهم. لا غيره يأخذ حقوق الفقراء.